المنتخب المصري واستدعاء أحمد حجازي رغم بقائه في فترة العلاج، إيش الهدف من استدعاء حجازي؟ لا، حجازي لعيب مهم جدا لمنتخب مصر وشخصيه قياديه جدا في المنتخب وفترات كبيره جدا كان هو من اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر وراح كاس العالم، فده بيبقى بيدي اللعيب واللعيبه اوريدي بتاعت المنتخب ان اللعيب دوت ليه قيمه وان هو لما يرجع هيبقى موجود، ودايما بيدي دافع كمان للعيبه اللي موجوده في داخل فتره مهمه جدا ماتشات وديه داخل على بطوله افريقيا، فده انا شايف ان هو ده نوع من انواع التكريم لحجازي وفي نفس الوقت تحفيز للعيبه المنتخب.